هنا نعود إليك دكتور هاني الدالي. دكتور هاني، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني بداية نعزيك ونبارك لك في نفس الوقت شهادة أخيك قبل قليل على ما أعتقد، ويعني تعازينا الحارة، قلوبنا معك. يعني هذا ليس غريب على هذا الشعب الفلسطيني المضحي البطل والذي يواصل هذا النضال من أجل التحرر الكبير من هذا الاحتلال الذي لم يوفر لا طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا حجرا ولا ترابا في قطاع غزة كما نشاهد في هذه المشاهد. وعزاؤكم دكتور هاني الدالي أنكم تستمرون في هذا النضال وصولا إلى النصر على هذا العدو. نجدد التعزية، نجدد التهنئة والتبريك أيضا لكم بهذه الشهادة المباركة دكتور هاني. جزاكم الله كل خير وهنيئا إن شاء الله له الشهادة ولنا الشفاعة إن شاء الله. طبعا نحتسب عند الله سبحانه وتعالى شهيد، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إنا لله لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا الاحتلال الإسرائيلي بيفتكر في الضغط على العائلات وعلى كل من له صوت في هذه المعركة، صوت الحق، أنه بيضغط عليه ولا يأثر عليه. نحن نقول بشكل واضح أن الاستهداف لعائلاتنا ولأهلنا لا يمكن أبدا إلا أن يزيدنا يقينا وثباتا وأكثر رسوخا على مواقفنا وعلى مسارنا وعلى نصرة وإسناد شعبنا الفلسطيني حتى لو بالكلمة، وأيضا يقيننا أنه بإذن الله سبحانه وتعالى النصر المطلق هو حليف شعبنا الفلسطيني، واليقين الأكثر أن الاحتلال الإسرائيلي إلى اندحار من قطاع غزة. أخي هو جزء من هذا الشعب، وأخي بالتأكيد أخي طه هو من أعز الإخوة على قلبي، هو كل إخواني يعني ما شاء الله عليهم، كل واحد له مكانة خاصة في مجاله في مساره. وأنا طبعا حتى الآن مش عارف تفاصيل الاستهداف، أنا قبل قليل وأنا على الهواء وصلني خبر الاستهداف والاستشهاد، وإن شاء الله يعني نحتسب عند الله سبحانه وتعالى شهيد، ويكون لهذه العائلة. أنا قبل ذلك استشهد عمي وهو عائلته تم قصف البيت، وكذلك استشهد ابن عمي أيضا باستهداف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل ذلك للعائلة، عائلة الأستاذ الحبيب خالد الدالي هو وزوجته وأولاده.